هون ما يصلنا شيء، المي ضعيفة، الخبز ما فيه، مسافة 5 كيلومتر تحت نحسن نجيب خبز، واسطات ما عندنا، ما نحسن ندز الأولاد يجيبوا خبز، إيش بدنا نعمل؟ قمنا نخبز على يد على يدنا، يعني هذا اللي نحسن نعمله. أنا بعرف أخبز من أولي، بس بنسوان والجيل الطالع ما يحسن يخبز. الخبز هذا أنا بخبز إلي والكمال للجيران، واللي بدها ما تحسن تخبز تجي بأخبز لها، بناس أخبز لهم بلاش، بناس مثلاً يعطوني، أنا ما بحالي شيء، يعطوني شوية طحين أما كم رغيف منه تا أحسن أخبز لهم تا يشبع الأولاد، إحنا عايننا ما تشبع. الخبز غالي كتير، يعني عم نجيب الربطة ب400 ليرة ما فيها كم رغيف، الولد بده ياكله. النسوان هاي كلها ما تقدر تخبز، بقى أنا أحياناً أكثر الأيام أخبز اللون مشان أشبع أولادي كمان، يعني بالأجار أما بالخبز أما، يعني هذا وضعنا الحالي، صحيته ما عدنا شيء وماديات ما عدنا نستخدم، يعني حتى الطحين غالي.